شايف انه احلى كوره قاعده تلعب في الدوري موجوده اليوم عند الشباب. وكان في ناس تتكلم انه اذا جاء بنيقة راح نحكم على الشباب، اول مباراه مع الهلال هي اللي راح نحكم على الشباب. الهلال اليوم عنده نقص كبير كبير، المباراه في او المبادرات في اغلب المباراه في غالبها كانت في مبادرات شبابيه، بس في غالبها كان للهلال. ايش السبب؟ شوف انا قلت قبل كذا واقولها انه مشكله الدوري السنه هذه انه مقسوم فيه هلال، شباب، اتحاد، نصر، تعاون، هذه خمس فرق والبقية في الجهة الثانية. الجودة العناصر في الخمس فرق هذه تلغي الفوارق المدربين. يعني الشباب لما فاز في الست مباريات فاز ما أقولك إن ما في عمل مدرب، بس عنده لعيبة مستواهم أعلى بكثير من اللعيبة اللي في الفرق الثانية، فعشان هيك كذا هو قاعد يفوز. لكن فنيا ما كان في عمل. اليوم الشباب كانت فيه فوضى خلاقة في الهجوم، كان هذا مينا يجي جنب هتان، إذا راح للنص صار جنب جوانكا، كارلوس تحصله جنب فواز الصقور راجع ورا يغطي الفريق. بعيدا يعني عن الكلام اللي قال أبو تركي وفيه كثير من أنه الخوف من الخسارة والخوف من الهلال وأن ما نخسر من الهلال، هذا شيء واضح وباين، لكن برضه فيه عدم ترتيب في الفريق واضح. الفريق المرات السابقة كلها كان يفوز بسبب جودة اللاعبين وليس بجودة المدرب، والدليل على ذلك الشوط الثاني أفضل لاعب في الفريق اللي هو هتان سحبه ونزل فهد، ولما الهلال عطاك المباراة آخر 20 دقيقة رحت لعبت محور وطلعت جوانك الوقت اللي المفروض أنك تنهي. يعني المباراة كانت محتاجة لنواف العابد في آخر 20 دقيقة، أنك نواف يعطيك زيادة عددية لقدام. الفريق آخر 20 دقيقة هو اللي بحث عن الخروج بالتعادل. الفريق كان بدأ واضح بالنسبة لك سم؟ كان واضح بالنسبة لك واضح. الشباب آخر 20 دقيقة هو اللي كان يبحث أنه ينهي المباراة، أنه ينهي المباراة بالتعادل. صح أنه التعادل من صالحك أنك يظل الفارق بينك وبين الهلال خمس نقاط، تستمر بلا خسارة، تستمر في صدارة الدوري، لكن أنت بقيلك اتحاد، نصر، تعاون، كل هذول بتلعب ضدهم، فتح، كل هذول بتلعب معهم. يعني الهلال والنصر والاتحاد المنافسين لك خلصوا من التعاون، خلصوا من الاتحاد، خلص من النصر، خلص، لكن انت لسه باقي لك، انت ما لعبت ولا فريق منافس، هذه اول مباراه لك مع فريق منافس. انا